صنعت الفقرة السابعة من المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ولا تزال الكثير من الجدل خاصة مع شروع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في دراسة الملفات وسقوط العديد من المترشحين بحجة قربهم من أصحاب المال المشبوه. المادة المثيرة للجدل كانت وراء إقصاء عشرات المترشحين بحجة علاقاتهم بأوساط المال والأعمال المشبوهة، ما طرح العديد من علامات الاستفهام عند الساسة. النص صريح مادة الفقرة السابعة في مادة 200 تقول لك المال مشبوه رجال أعمال مشبوهين، وهنا لازم يكون دلائل. احنا ما نهضرش، نهضر على مصاحبة رجال أعمال. شغل انت صحابك رجال أعمال، هذا غير منطقي وغير معقول. واحد أستاذ متوسط ما عندوش حتى دراجة عادية، مسكين فقير، كيجي يبعثوا معه الملف، يجي الخروبة ويكري مسكين، ما يقدرش يكري حتى تاكسي، ويبدأ يركب في الـ في الـ في الترونسبور حتى يلحق المقر في دراريا. داروه مال فاسد، يجيبون الدراهم هذه اللي داها سيد ربع دور ما عندوش، قريب احنا نعاونوا فيه. وبعيدا عن حسابات السياسة ومن منظور قانوني، تبقى شبهة صلة المترشح بأوساط مالية مشبوهة نسبية ومعنوية يصعب تأكيدها أو الجزم بها، كون أن المادة مطاطية الصياغة والتنفيذ. ليقولنا فهمونا بيان السيرة والأخلاق، وش من الجهة المختصة؟ كان النص ما هضرش عليها، ما هي الجهة المختصة في منح هذا الشهادة؟ وهذه الشهادة شكون يعطيها لك؟ الإمام ولا رئيس القبيلة ولا شكون؟ رئيس بلدية؟ وإذا كان حرص المشرع الجزائري على وضع هذه الفقرة تماشيا والتوجهات التي رسمتها الدولة بعد حراك فبراير 2019 لكبح تزاوج المال والسياسة، فإن تنفيذها يبقى محل شد وجذب بين التعسف والإفراط في اللجوء إليها وبين الغاية تبرر الوسيلة.